مثل ما تعودنا، شركة أبل عم تطرح تحديث جديد للأنظمة المشغلة لأجهزة آيفون، آيبود وآيباد، ولكن هالمرة التحديث مختلف تماما. iOS 7 التطوير الأقوى لـ iOS يلي عم يضفي تغيير جذري بطبيعة أجهزة أبل وطريقة استخدامهم، هالشي يلي رح يسهل على مستخدمين هالأجهزة استعمالها. أبل رح تضيف خاصية بانوراميك فيو و 3D على الصور والجرافيكس والكاميرا وحتى الوول بيبر. مثل ما شايفين الوول بيبر رح تنساب بالاتجاه يلي رح نحرك فيه جهاز الآيباد. إذا عم نلاحظ الانسيابية في كل حركة بتم تنفيذها على شاشة الجهاز، iOS 7 سهل على اليوزر الدخول على لوحة التحكم فورا من الشاشة الرئيسية. هاللوحة تحتوي على أكثر الإعدادات المستخدمة بدون ما يضطر اليوزر للدخول إلى Settings واختيار كل إعداد على حدة. مركز الإشعارات بأجهزة أبل رح يكون متميز بتصميمه الجديد وخصائصه المتعددة. سبوتلايت سيرش صار أكثر سهولة وفعالية بلمسة إصبع على وسط الشاشة وحركة صغيرة للأسفل بواسطة هالإصبع، رح نكون قابلين على البحث عن أي شيء موجود على جهازنا. كما رح نلاحظ التغير الجذري بخاصية مالتي تاسكينج بكبستين على الهوم بطن أو بسحب الشاشة للأعلى بواسطة 4 أصابع. رح تظهر هالشاشة يلي أمامنا اللي بيبين كل التطبيقات الجاري استخدامهم حاليا. التطبيق يلي مش بحاجته بيكفي سحبه للأعلى لإيقاف عمله وتوفير أكبر قدر من فعالية البطارية. قسم الصور تم إعادة تصميمه بطريقة بتسهل على المستخدم تصفح وإيجاد الصورة المناسبة وبأقل مجهود ممكن. مثل ما شايفين الصورة راح تكون موزعة بالترتيب وبحسب الأيام يلي تم التقاطها فيها، وللمزيد من الدقة يمكن إعادة ترتيبها بحسب الشهور، ولدقة كمان أكتر راح نرتب الصور بحسب السنوات. في قسم الأبل ستور راح يكون في عدة خصائص جديدة، لعل أبرزها راح يكون خاصية نير مي، الخاصية يلي بتسمح لليوزر إنه يكتشف الأبليكيشن الأكثر استخداماً بحسب المنطقة أو الشارع اللي هو متواجد فيه حالياً. لحاملي أجهزة أبل ننصحكم المسار على تحميل iOS 7 واكتشاف المزيد عنه.